السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير والحمد لله. معاكم اخوكم هاردو طيب من ايجيبت فون. ناس كتير بتشتكي في الفترة الأخيرة من حتة التحديث بتاع جوجل بلاي، ان هما مش لاقيين حتة الشير في البرنامج، وكمان لو هما عايزين يجيبوا مساحة لأي برنامج أو أي لعبة لازم يلفوا لفة كده معينة عشان يعرفوا المساحة بتاعتها. فهم دلوقتي عايزين يرجعوا لجوجل بلاي اللي كان قبل كده، قبل التحديث الأخير ده. يعني بمعنى احنا لو فتحنا جوجل بلاي دلوقتي بعد التحديث، انا محدثه مثلا زيكم، خلاص هتشوفوا دلوقتي اي حاجه، اي برنامج مثلا نبحث عنه دلوقتي ونجيب مساحته، مش هو بيظهر لنا كده؟ مش ده اللي بيظهر بعد التحديث الاخير؟ فين علامه الشير اللي كانت بتظهر لنا فوق؟ مش لاقيينها، كانت بتظهر هنا كده مش لاقيينها. طب وطبعا احنا عايزين نجيب المساحه بتاعه البرنامج، عشان تجيب مساحه البرنامج لا لازم تضغط فين بقى؟ على كلمه مور ديتيلز او ريد مور. لما تضغط على ريد مور تنزل تحت كده هيديك المساحه بتاعه البرنامج بالظبط، ان هو اخر ابديت له كان كذا وادي المساحه بتاعته اهي زي ما احنا شايفين كده. تمام. طب الناس كلها دلوقتي مش عاجبها الحل دوت بسبب ان مش موجود علامه الشير، وكمان لازم اعمل اللفه ديت عشان اشوف مساحه البرنامج او مساحه اللعب، فهو عايز يرجع للجوجل بلاي اللي كان قبل كده. بص يا سيدي، الموضوع ببساطه قوي، بسيط قوي، مفيش اسهل منه. هتخش برضو عندي على مدير التطبيقات اللي هو الابليكيشن مانجر، ماشي، وبعدين هتلاقي جوجل بلاي في وسط التطبيقات دي، هفتح اعمل له كلير للكاش وكلير للداتا بس كده، واقول له كمان فوق بقى ايه، بدل ما انا عملت اول خطوتين دولت هقول له الاوبشن اللي فوق ده بقى اللي هو ايه، انستول ابديتس، ان انا عايز اشيل كمان الابديتس الاخيره اللي هي جات له. خلاص هعمل انستول واقول له اوكي. طبعا هيقول لي جيب لي المسج ان هو انت عايز عايز تستبدل التحديث دوت بالتحديث القديم او بالنسخه القديمه. ايه اللي هيحصل كده؟ خلص كده. لو انت رحت فتحت جوجل بلاي هيفتح معاك ان شاء الله القديم، لو ما فتحش معاك ممكن تراستر الموبايل وتشغله ان شاء الله هيشتغل على طول، يعني مفيش فيه مشكله من الموضوع ده خالص يعني. بس كان معكم اخوكم هارد طيب من ايجيبت فون.